السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة علاج من الطبيعة ليعالج الإسهال والسلمونيلا، الكزبرة. الكزبرة الناشفة بالمصري أو الكزبرة دحب، اللي هي حبوب زي كده، اهي و احنا بنطحنها علشان نستخدمها زي كده اهو، تمام. هنحطها في المية المغلية. هنجيب المية المغلية دلوقتي، لكن قبل ما نحطها في المية نقول اسماء الكزبرة في الدول العربية. في بعض الدول العربية اسمها كبزرة، تابل، كسبر أو الدبشة، كبزرة، كسبر، كسبرة، كزبور، كزبرة. ونحط لكم أسماءها برضو. الكمية دي أنا شاريها ب3 جنيه من عند العطار اللي هو الحصى ده. كمية الحصى دي ب3 جنيه بس، يعني تمنها رخيص جدا. ودواء فعال ان شاء الله للاسهال وعلاج السلمونيلا. اقول لكم الطريقة دلوقتي. انا بغلي مية، او هنحط معلقة من المطحون ده، معلقة كبيرة كده زي كده اهو، هنحطها في لتر مية مغلي ونسيبها تتغلى شوية على النار، او ممكن ونغطيها ونبيتها بعد ما نغليها، نبيتها او نسيبها مثلا ساعة لغاية اما تبرد ونقدمها للحمام. هنقول ازاي الطريقة. طيب، جبنا المية المغلية اهو، وزي ما قلنا معلقة كبيرة، ده لتر مية اللي احنا جبناه، ده لتر مية مغلي اهو. وجبنا معلقة الكزبرة كبيرة زي كده، معلقة الكزبرة المطحونة اهو، المية بتغلي نحطها. الافضل تعملها على النار، على البوتاجاز يعني اهو. هي بقت كده زي الايه، كأنه شكلها المية زي اليانسون اللي بنشربه، او زي الحلبة، الالوان اللي زي كده. غطيها بغطا لغاية اما تبرد، وبعدين هنقدمها للحمام. نقول ازاي، نغطيها كده اهوت، تمام، لغاية اما تبرد، وبعد كده نقدمها وهي باردة للحمام. لو صفيتها او ما صفتهاش مش مشكلة، يعني ممكن تحطها زي ما هي، هي ركزت اهوت وهي سخنة، بس كمل لغاية اما تبرد. مش مشكلة انك تصفيها او ما تصفهاش، يعني حطها على طول للحمام. لو عايز تصفيها صفيها براحتك يعني. بعد ما طلعنا عند الحمام والكزبرة بردت او هنبردها زي ما قلنا، نعتبر ان هي احنا بردناها، وهنصبها في المسقة بتاعتنا اللتر المية اهو. صبينا اللتر المية، تمام، حطها كلها، تمام، ونقدمها للحمام اهو. لكن هي لسه سخنة، احنا بنوري لحضراتكم بس ان احنا نبردها، ويفضل ان انت تبيتها منقوعة بعد الغليان او تتركها ساعة، لكن مش هنقدمها وهي سخنة، لكن احنا ورينا لحضراتكم. طيب، على بال ما هتبرد هنقول شوية معلومات عن الكزبرة وفوائدها. السالمونيلا من اخطر الامراض اللي بتصيب الطيور. كل الناس بيموت عندها، الحمام والزغاليل، مش عارفين ايه السبب. السبب الحمام والزغاليل اكلين اكلهم وماتوا، مش عارفين ليه ماتوا من ايه.
السبب السالمونيلا، يعني ده اللي ايه السبب الشائع عند مربين الحمام، هو غالبا بيكون السالمونيلا. وزي ما انتوا عارفين في فيديوهات سابقة عملنا طريقة علاج السالمونيلا بالدوايين دول. طبعا هي الازازة الصغيرة دي، هنقرب منها كده، دي اسمها فلوريكول، بس دي الازازة الصغيرة. انا كنت صورت لكم الازازة الكبيرة، مش دي، هوريلكم اللي انا عملت بيها قبل كده، فلوريكول الكبيرة دي. تمام، دي الازازة اللي ب50 جنيه، هي ب50 جنيه، هي اوفر من الصغيرة اللي انا جايبها دي. بس طبعا في ناس بتقول ان هي كبيرة وغالية وكده، فاللي مش محتاج الكمية الكبيرة يجيب الصغيرة دي، هي دي ب10 جنيه. تمام، عملت قبل كده، اسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت، مع كوليفيت ده برضو الكيس الصغير ده، انا جايب المرة دي الكياس الصغيرة دي، ده الكيس ده فيه 20 جرام ب10 جنيه، لكن الكيس الكبير بتاعه فيه 100 جرام، 100 جرام ب20 جنيه، ده ب10 والكبير بتاعه ب20، فدايما الكبير اوفر زي ما قلت لحضرتك قبل كده. تمام، طيب هنقول لاخواننا العرب اللي هم في الدول العربية، يعني اللي ممكن يكون الاسماء مختلفة، نقول لهم المادة الفعالة بتاعت فلوريكول. الفلوريكول ده ان هو يتميز بانه هو لا يسبب الانيميا، اللي هو فقر الدم. يعني المادة الفعالة فلوفينيكول اسمه، من ما لقيتش الاسم ده، الفلوريكول المادة الفعالة اللي فيه اسمها فلوفينيكول. تمام، طيب وكوليفيت المادة الفعالة فيه كوليستين. اهو لو قربنا له شوية يا رب تبان المادة الفعالة فيه، الكوليستين او كبريتات الكوليستين، ده للناس اللي مش هيلاقي الاسم بالظبط يتوفر في بلده، يعني اسمه، وعندنا في مصر اسمه كوليفيت، لكن المادة الفعالة كبريتات الكوليستين. تمام، طيب يبقى علشان تكون مربي ناجح يبقى لازم تعرف ازاي تقي حمامك من الامراض، او على الاقل تكتشف المرض منذ البداية. بيفرق كتير قوي انك تكتشف المرض في البداية، ما تستناش لما المرض يوصل معاك لحالات متأخرة وبعدين تبدأ تدي علاج، لا اكتشف. كل ما تكتشف بدري كل ما تكون الخسائر قليلة، او ان شاء الله ما يكونش في خسائر. السالمونيلا اسبابها من تلوث المية او المياه يعني والاكل، او مع دخول حمام غريب، ان انت تشتري فرد غريب او قص زي ما بيقولوا غريب، او زغلول حتى غريب مش من عندك بتشتريه من بره، ما تدخلوش على حمامك على طول، لازم تعزل الحمام الغريب لمدة لا تقل عن 2 اسابيع في مكان للعزل مخصص للعزل لاكتشاف اي امراض منه. تكتشف ازاي؟ يعني ان انت تراقب زرق الحمام، تشوف الزرق بتاعه شكله ايه، هتعرف الحمام سليم ولا مش سليم. اعراض السالمونيلا انك تلاقي فرد الحمام من المؤخرة، هتلاقي فيه خضار او ابيض، اسهال يعني في مكان المخرج، هنوري لحضراتكم ازاي. يعني مثلا ده الفرد، هتبص لهنا للمكان ده، هتشوف اهو في هنا الريش بتاعه معكوك خضار، ده هنا احنا بنقول ان فيه، تاخد بالك كويس قوي تبدأ تدي علاج سالمونيلا، ريشه معكوك، او من هنا بالاخص المكان ده، المكان ده في الزغلول من هنا في خضار، رجلين الزغلول فيها خضار. تمام، يبقى كده ندي علاج السالمونيلا. احنا النهاردة ادينا الكزبرة، لو انت لقيت الحالة شديدة اعطي الكلوفيت والفلوريكول زي ما قلنا. طيب انك انت تلاقي برضو في الفرد كاشش، هتلاقي الحمامة واقفة كشة، دي الحمد لله مش كشة، لكن احنا بندي زي ما قلنا العلاج مبكرا، ما بنتأخرش لما الحالة تزيد.
كل ما انت بتاعت العلاج بدري يكون افضل. تمام. في الحالات الشديدة للمرض او بيتطور للبارا تيفود، انك تلاقي جناح الحمام متدلي، يعني تلاقي الزغلول او الفرد تلاقي جناحه نازل لتحت كده، ده بيبقى وصل لمرحلة متأخرة، وتلاقي ورم في المفاصل، يعني تلاقي مفصل الزغلول من هنا وارم، او الحمامة من هنا في ورم، او المفاصل بتاعت الجناح اللي هي من هنا تلاحظ ان في هنا ورم في المفصل ده اهو، انا قالب الزغلول رفع اهو، تلاقي هنا تحس ان هو وارم عن الطبيعي، هو دايما فيه عظمة، مش ده الورم، لكن بيبقى فيه ورم لو فيه سالمونيلا، وانه بيشرب مية كتير او يكون فيه عرج، يشرب مية كتير او يكون فيه عرج. تمام. طيب، ويكون فيه الشقفة او التسييف. عايزين نفرق بين السالمونيلا والروشة يا جماعة، اهو شوف ايه الزغلول من هنا او الفرد الحمام، هتلاقي العظمتين دول بارزة كده، العظمة دي بس اسف عظمة واحدة، العظمة بتاعت الصدر دي ما تلاقيش فيها لحم، تلاقي العظمة دي بارزة كده، اما تعمل كده تلاقي العظمة خاسس، ده اللي بيسموه التسييف، الخسسان. عايزين نفرق بين السالمونيلا والروشة. السالمونيلا مرض بكتيري له علاج. تمام. مرض بكتيري له علاج. الروشة اللي هي مرض فيروسي ليس له علاج الا التحصينات، يعني التطعيمات الدورية، التطعيمات مثلا حسب التطعيم اللي تشتريه، حسب الطبيب البيطري ما يقول لك، في تطعيمات كل 6 شهور او كل سنة حسب ما يقول لك الطبيب. تمام. علاج اليوم اللي هو الكسبرة اللي احنا قلنا عليها، رخيصة جدا زي ما قلنا، مضاد للبكتيريا ومضاد للإسهال ومضاد للالتهابات، وفيه فيتامينات كتيرة جدا. الكسبرة اللي احنا عملنا بيها فيها كل الحاجات اللي قلنا عليها دي، فيها فيتامينات كتيرة جدا. للوقاية، الوقاية 3 أيام زي أي علاج، وزي ما قلنا احنا بندي اي علاج وقاية 3 ايام، 3 ايام في الشهر يعني، او انت بتدي 3 ايام في ما يكون شاكك في الحمام او كوقاية، لكن في حالة الاصابة فعلا انت متأكد ان فيه اسهال بتعطي 5 ايام، معلقة على اللتر مية زي ما عملنا، مية مغلية زي كده، واهم شيء تطهير المكان بالجير، لو في اسهالات ترش جير في مكان الاسهال، وغسل المسائي وتطهيرها، والقضاء على حشرات الحمام يا جماعة، القضاء على حشرات، الحشرات اللي بتنقل المرض، علشان تقضي على اي مرض عندك، امراض الحمام تقيها ان انت الكلام ده كله، التطهير والجير، وتقضي على الحشرات، الذباب اللي بيبقى في فريش الحمام ده، الناس اللي بتستهتر بيه لا لازم تقضي عليه كويس قوي. احنا عملنا برضو عن ازاي تقضي على حشرات الحمام بالاستحمام، استحمام الحمام بيقضي على حشرات الحمام، هبقى احط لكم الرابط بتاع الموضوع ده في صندوق الوصف تحت. بكده نكون خلصنا موضوع الكزبرة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.